المواطنون، بعد الاتكال على الله والشعب، قامت فصائل القوات الانقلابية فجر هذا اليوم باحتلال مبنى الإذاعة والتلفزيون وجميع الدوائر الرسمية دون مقاومة لتخليص البلاد ووضع حد للفساد والطغيان. وقد توارى الامبراطور عن الأنظار. نطلب من المواطنين أن يلزموا الهدوء. هيئة الانقلاب العليا. هنا محطة إذاعة ميدا، بلاغ رقم 2. سيل من التأييد يتدفق على هيئة الانقلاب العليا، وهذه بعض البرقيات الواردة. حضرة رئيس وأعضاء هيئة الانقلاب العليا الغراء، خطوتكم المباركة أعادت الأمل بالأمة. سيري وعين الله ترعاكي. سكروها الراديو لا سكر لا سكر لا كل واحد على شغله، كل واحد على بيته، الامن مستتب. تجمعات ممنوعه، تطلعات ممنوعه، الامن مستتب. دوريات الشوارع والطنكات والمدافع، بس الامن مستتب. بلاغ رقم 3. إلى عموم المواطنين، إن الدولة تحذر المواطنين من إيواء رجالات العهد البائد تحت طائلة العقاب. كذلك وضعت مكافأة مالية قدرها 100,000 ليرة لكل من يرشدها إلى مكان الأمبراطور. إداش؟ 100,000 ليرة. ياه يا جدي ثروي، 100,000 ليرة. يصطفلوا فخاري كسر بعضه. أنا رايع الصايد، خلي يسوي لي هالجربندية. وك يا جدي يا جودي بإيدك وينك سرت الصايد. وك يا جدي يا جودي بإجرك وينك كشتة الصايد. وانا عقصتك الحي الصايد هالشايبة وانا الصيد. وشو بدك في الصيد؟ بدي الصيد، بدي وبدي. ايه يا جدي شوف السما حدي. ايه يا جدي اشنو دعب وابي الحراش وما عارف ولا هدي. ايه 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 يا جدي بدي العالي وطيور العلالي كمش الصورة والنسر هدي. وعم صب الجوعة يلاقوني الدوعة. أنا أدل وانت عدي. يا جدي قصص الصيد وحكايات الصيد. أه يا هيفا شو حلو الصيد. الصيد بيسلينا قصص ليالينا، لكن بيصيروا السهيرة يتطلعوا فينا يقولوا بوديب زواد الخبرية. وبيني وبينك يا جدي بتكون عم بتزيدها شوي. يا بنت بنتي يا هيفا بنت بنتي،
لما بتشوفيني زدت وينك انت على الانسجام بتطار الخبريك تبقى اعملي لي إشارة برجع بصغرها شوي لما بزيدها شو إشارة لما بزيدها شو إشارة شفتي مطرح ما قوصت السبع جدي وين بعد في سبع حبي ضبع قد السبع شفتي مطرح ما كمشت التمساح جدي الحرش مش نهر الأمازون حرباي قد التمساح آه على الصيد آه على حجار آه على الدرغل آه على السبع وعلى التمساح آه طالع هيدي اه 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 قصص الصيد وحكايات الصيد اه يا هيفا شو حلو الصيد واه يا جدي شو حلو الصيد شو حلو يا مولانا الامبراطور وصلنا هيدي هي الدكان اللي ممكن تتخبى فيها قريب من الحدود اذا صار في خطر بلحظه بتغادر انتوا امينين من اصحابها جدا واصلا مش رح يعرفوك واسمح لي يا مولانا اتجرأ واقول ضروري تغير شكلك تتنكر واللحية الامبراطوريه تحلقها كيف امبراطور بلا لحية المهم يسلم راس الامبراطور اللحية بترجع بتطلع وبتفي على الدوله مثل شجر الكافور وهيدي تذكرة هوية باسم برهوم صار اسمي برهوم مؤقتا يا مولانا حتى يكونوا أنصاركم استرجعوا الحكم نحن دايما رح نضل على اتصال فيكم استلموا المشرح يا حلمي تاخذ المشرح الامبراطوري وبترميه على الحدود حتى يظنوا انه الامبراطور غادر البلاد يلا يا حلمي عجي انتبه الدنيا كلها عيون خاطركم يا مولانا والله يقدرنا نتلاقى يلا مرحبا يا ابو ديب اهلا اهلا سيد جودة وينك مش عم نشوفك بالصيد عنا قضية وقصدينا قول اخونا برهوم عامل مشكل ضارب مرته بعد في رجال بتضرب نسوان اخونا برهوم كنت حسبت النسوان صارت تضرب الرجال وقامت امه علمتها تتشكى علي وتقول سرق لها صيغتها يضرب امه ضربها مع فارم بدنا نخبيه كم يوم عندك تنقطع له مشكلته ضارب مرته وحماته اهلا وسهلا فيه عراد ابو ديب مصاري يا ابو ديب يمكن اخونا برهوم يحتاج اشياء من عندك خلي معك هالمبلغ شو هالحكي يا سيد جودت انا ما بدي مصاري بس إن شاء الله أخونا برهوم يتسلى عنا وما يتجار ما بدي وصيكم فيه أنا رايح وبأقرب فرصة بطل عليكم بلكي بتكون المشكلة اتقطعت وسحبوا الدعوة بخاطركم الله معك يا أبو ديب إن شاء الله تخلص مشكلتي وبكفيكم شو هالحكي الناس لبعضها أهلا وسهلا فيك بدنا تتصالح أنت ومرتك وما تعود تضربها مرة تانية المرة مثل السجادة من مرة لمرة لازم لها تنفيض انت بتضرب ستي شي؟ من زمان ضربت مرة واحدة ومعدتها ندمت يا جدي؟ مش هيك لكن ستك مثل ما بتعرفي اخت رجال لما ضربتها سناولت عصا صفقتني كسرت ايدي روحك حلوة يا ابو ديب بقدر غير تيابي؟ فوت حلوق وغير تيابك حتى ما يعود حدا يعرفك وك جدي حدنا في مغفر والشويش بيضلوا عنا او لك بيعرف بشي حطي بالخرج ايمتى الشويش عرف شي واذا سأل قولي له بيشتغل عنا بالدكان طيب. يلا انا رايح على الصيد
شالا يا رايحك فرحانا مرتك لو شفتك ما بقى تعرف. يلا يا عسكري الأوامر أوامر، مين ما عطانا ياها السلام حاضر. راح ناس وإجا ناس عطيونا أوامر، ضربنا سلام قال روحوا فتشوا لعسارق طنجرة، لعسارق طنجرة على أمبراطور سارق دولي بطرقاطة والتزاماتة بكوابيرة وطياراتة بمواسمها وخيراتة، وكل ما كبرت الشخصية بتكبر السرقة. يا حصرتي عالفقير نحن إذا تبرطلنا أبو خمسين ورقة. تفتيش 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 هويات هويات هويات، تفتيش 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 هويات هويات هويات. هات تذكرتك تشوف. اسمك برهوم، شو بتشتغل يا برهوم؟ جاي جديد اشتغل بهالدكان، بيساعدنا بغسل صحون. خطي عليكم هات ومش معود، بداية نعمين بكرة بيتجلفوا عالجلي والصابون. يا برهوم تسمع مني، عوض ما قاعد تتشمس قوم روح بصبص، قوم روح فتش، روح جسس، بلكي بتعرف وين الامبراطور. بتدلنا عليه نقبض الجايزة، نتقسم نحن وياك ومنعمل مزرعة الدجاج، نحن منشلح هالبدلة وانت بتترك هالشغلة. سيصان فريريش وبايد بك 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 بك. تفتيش 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 بدي تزبط، بدي فتش مين مكان حتى تزبط. تذكركن تذكركن بلكي قاعد بحدا منكن. مش انتو تذكرتي؟ انا مش رجال. ما بفهم تذكرتك. شو قصتك يا عبود افندي؟ ها تفضل. مش انت تذكرتك؟ ومش انا الامبراطور، لو اطلع انا كنت بقبض على حالي وبسلم حالي، بيقبضوا الجايزه ولادي بيتعلموا بعيشوا. هيج محتدك عبود افندي، قلنا شو اخبار السياسه؟ انا ما بفهم بالسياسه، انا زلمه البدله. بيقول الراديو راقد. الراديو بيحكي على ذوقه، انا عسكري وبعرف. يبقى الراديو عم بيذيع انه الحاله رايقه والحجار نازله علينا مثل الشتاء. قولك الشعب مأيد،
شو هيك؟ شو هيك؟ كيف يعني؟ شو مع الانقلاب وشو مع الجايزة؟ والامبراطور ما له حزب؟ كبروا الجايزة صارت أكبر من حزب الامبراطور، وظفوا الناس جواسيس ببلاش، كلهم صار بدهم راس الأخ. بدهم الجايزة الكبرى والجايزة امبراطور، وفي جوائز طردي 4 نواب ووزير. كل ورقة بتنتهي برقم 5 تربح مدير عام. شو هيدا؟ هيدا وفد كان عم يهرب العهد الجديد. وفد وفد جاي وفد حاجز تنديش وتفديش، وفد وفد جاي وفد جني لابني زان دويش، وفد وفد جاي وفد فروج مصادرات كنيش، وفد وفد جاي وفد بيع ودمع وبخشيش. تبهو تبهي تبهو تبهي، فتشو نبشو وقفوا حاجز بطل النار، بلكي حدا مخبي سلاح بالشاكتة بالصنار. واللي سلاحه ظاهر يا جناب الشاويش، اللي سلاحه ظاهر ما بدو تفتيش. وفد وفد جاي وفد ثلاث عسكري وشاويش، وفد وفد جاي وفد ومندبر له المناقيش. ويا يا 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 على شو يا أفندي؟ على شو عسلا قطعت لي قلبي؟ افتكرنا غير شي، ليش معكم غير شي؟ أبدا وحياتك شوية فرودي وشوية رشاشات، نحنا مش جايين نحارب عن من أي تحكومي. يا عبود أفندي إذا الحكومي ما حدا غريب، أنت ضد الحكومي؟ أنا أبدا غير الحكومي، ما فيش يا عشية لا يا عيش يا با يا با يا با. أرضك غنية ما شاء الله، بيوتك راضية لك. نحن بنعرف بعضنا؟ يمكن تقابلنا. الناس بتتشابه يا شيخ. شايفه مدري وين؟ بلكي هون. لا مش هون.
شكري؟ لا. عبده؟ لا. من عندي؟ لا. طلعت شي مرة بالتلفزيون؟ لا. لا تأخذني خاطر. من شمسين؟ لا. خلي هالبطاقة معك. مين هالشخص؟ وأنا بيتهيألي شايفه. هيدا الشيخ كريم. شو بيشتغل؟ بأيد حكومات. هيدا شوف. الشيخ كريم الطش. مظاهرات تأييد، وفود، مسيرات شعبية جاهزة وتحت الطلب. عرفته عرفته. وليش سأل عني بشك؟ يمكن بده أيد لك اسمك بشي وفد. أنا؟ وبيدفع لك 7 ليرات رايح جاي آكل شاري بس تهوب على حسابك. بيكون عم يربح من الشغلة. قال لي الشيخ كريم هاك المرة أنه الوفد بخسر معه بس المسيرة الشعبية بتربح. ومظاهرات الاستنكار هايدي بتخسر أكتر شي لأنه رسمالها كبير ومش مضمونة، فيها أقواس وفيها ضرب حجار ويمكن يصير فيه تطبيش إيدين وإجرين، مضطر يصلح لهم حسابه. أيام الأمبراطور ما كان فيه من هالأشياء. ما كان فيه؟ الشيخ كريم كان معمر بناية من أيام الأمبراطور، كان معلق له صورة قد الحيط. وهلأ صورة مين معلق؟ هلأ بعد ما نعرف. البراويز جاهزة ناطرين الراديو تيسمي حدا صورة أوين بتتكبر. هيئتك من حزب الانقلاب. أنا من حزب الدكان. عمول معروف ناولني هالسلي وبلا ما نحكي سياسة. هات دخيلك لا تأخذني، كبرت لك بالحكي نسيت انك ضايف ومش مستخدي ومشكلتك انت ومرتك. لا يا هيفا انا مبسوط منك. بالشرف؟ عجبتني صراحتك. فاذا نقوم احمل لها السحارة. قصيدي حزيني بكتاب وخبيني ولا تعرف.
سيدنا وميزان الخيل سبع الخيل وإجا حول دوازين سعيوني ألهموني تنركب ورق المولي بعد ما بتلعب بالسبب هيدي آخر مرة إذا بطلع ربحان برد خسارتي وبطي كل وحدة نحي الحصان نهر الدهب نهر الدهب امي ساعد وسبك فايد عودي من فرد اصطبر عودي من فرد اصطبر شو بتقصد من شوارمهم تعرفونهم اللي شنبوا نفعوا من حزب الامبراطور شنبوا امبراطوري واللي شنبوا لطح مثل الأخ شنبوا انقلابي واللي ما إلو شنب ما إلو حزب انت شو انا شواربي ميلي لفاو ميلي لطح قولي قولي دون دون اذا في شي زي الخير في بطاطي ست الليرات اذا اجا شهد النار في بطاطي هنا محطة إذاعة ميدا وإليكم موجز الأخبار. المسؤول يتوجه قريبا إلى الحدود لحل القضايا المعلقة. قررت هيئة الانقلاب العليا إحالة 20 مديرا وموظفا من رجال العهد البائد إلى المحاكمة. هيدا ظلم. أنت اسكت. وكذلك بدأت السلطة بإطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين لعدم توفر الأدلة. انحراف رجعي. ما بخصك. رح تسكتوا ولا بطل كمل النشرة؟ بطل. اسكروا هالراديوات وروحوا فتشوا على إذاعة تاني. انحرف الانقلاب عن مفهومه. لا مفهوم انحرف عنه. صار في اتجاهات امبراطورية بالانقلابية. هيدي اساليب امبرا انقلابية. لن تسقط عزم الامبرا انقلابية. شوفيلي بهالجرهيلي نتيجة السحب. الورق الربحاني نمرتها خمسة 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 خمسة. لوووه ورقتي ما فيها ولا خمسة. ولك كشبلي بلا سبق بلا يا نصيب. اشتغل لك شغلة. تعرف حالك مدخولك هالقد مصروفك هالقد. يا بنتي إذا تحدد المدخول الأمل بيتحدد. مبعود بقدر بحلم إني اشتري طيارة سافر على كان وتسمش بهونولولو وتصبح باليابان. ما لك حق تحلم هالقد. في واقع في حساب. أنا ظلمت الغامض اللي فوق الحساب. وشعوب الغامض اللي فوق الحساب. يا بي يا بي هذا اللي بيعطي وما حدا بيعرف. بيكون الواحد شهريته 500 ليرة وعنده 3 بنايات. منين؟ الغامض عم يبعث له. 5 و5 10 ايه 10. في ناس بدبروها مع الغامض بتعمل 1000. يا بنتي بعدك صغيري صغيري. الغامض بهالبلد عم يلعب بالغمايضة. تسمحي لي بجريدي
جائزة 100,000 ليرة للي بيلقي القبض على الامبراطور. 100,000 ليرة؟ انا اللي بدي امشي. 100,000 ليرة؟ انا وطني غيور، انا مناضل. 100,000 ليرة؟ انا الجماهير الكادحة. وما زال شويربي، واحد لفوق واحد لتحت، ها بأمن المبشيري بسأل مبشيري. حدا عارف عنه شيء؟ فتشوا كتير وما لقيوه. يمكن يرجع. أو لك كبير؟ أكيد كبير. أنا مقهورة منه. لما بتذكر شوف ولد صغير عم يركض على التل وأنا عم أكبر. شي غريب. هو اللي ضاع بعده طفل عم يلعب هون. أنا اللي بقيت ضاعت من الطفولة. ومن هيك صار عندك خوف وصرتي تهربي من المشاكل. لما بيمشي نهر الحقد بياخد بداربه ناس كتير ما لهم دخل بالموضوع. شادي شو كان يعرف عن سبب القتال؟ تقتلوا ببعضهم، واللي ربح ربح واللي خسر خسر، بس اللي ضاع ضاع. رجال عندهم مصاير بيندفع حقها غالي. وكبرهم بسأل حالي، اللي بيندفع حقه ناس ترى هو أغلى من الناس؟ ما بعرف يا هيفا، في بهالدكان سؤالات كتير ما كنت اسألها لحالي. Thank you.
ما فيكي بتخبيه؟ أنا؟ إيه؟ من حزبه؟ قلت لك نحن من حزب الدكان، لكن إذا احتمى فينا عم نخبيه من الخطر؟ بلكن كمش عندكم تلحقكم مسؤولية. مين بده يكمشوا؟ جماعة الإنقلاب. جماعة الإنقلاب؟ لما بيسألونا ليش خبيتوا؟ منقلهم بكرة بس تهربوا إذا جيتوا تتخبوا عنا من شحاتكم. لو رجع الأمبراطور وبده يفتش عقصومه أول شيء لازم يفتش هون. بدك إيه يفتش عنا؟ طبعاً. ما زال بتخبوا الأمبراطور ممكن تخبوا خصومه. لازم يضل في مطرح يتخبوا فيه. وكبر هو هيئتك قرد ملفلف مش ضارب مرتك وبس، يمكن كسر لإيده وحابب غيرك. وليش زعلتي عم نتسلى للجماعة هربوا للأمبراطور رجع؟ ومش معقول يرجع. ليش مش معقول؟ فهم علي، الدنيا بتمشي الشعب بيمشي وما حدا وجهه لخلف، كلهم وجهه لقدام. الولاد الناس الأيام كلهم وجهه لقدام. إذا راحوا الموجودين ما بيرجع الأمبراطور، بيجي ناس جديد. الأمبراطور ما كان عاطي. القضية مش قضية عاطي، الناس بدهم شي جديد. الأمبراطور ما بقى دارج، شكله لحية شوارب تاج، لابس فوق تياب وتياب وقلبالك ومشنشل صدره بالزينة. يعني هوديك أحسن؟ ما بعرف، بس على القليل شباب لابسين شي معقول، وإذا كتروا زينة بسيطة بروشها هون وبروشها. لو انت مطرح الامبراطور شو كنتي بتعملي؟ بقلب الاسطوانه، بمشي على الموضه. تحرر، تمرد، حريه، عداله، يغير شكله، يغير اسمه، يحلق دقنه، يصير زلمه مثل الزلم، وينزل على هالغبره يعارك حاجه قاعد على العرش مثل القاعد بالمتحف والدنيا عم تركض برا. واذا كان الامبراطور امين على تقاليده ومؤمن بمبادئ كيف بده يتركها؟ لا تقاليد ولا مبادئ، الناس بوادي واللي بيحكموا بوادي. كلهم بدهم يوصلوا، وما زال هيك إذا بده يرجع لازم يدبر نهف جديد، ساعتها بيكون ظهر من الباب وفات من الشباك. فكرك هيك يغير
ويرجع من ضرب تاني؟ ليش لا؟ والحكم طحون وكل الدروب بتودي على الطحون. مساء الخير. مساء الخير، اهلا وسهلا. خير ان شاء الله. انا بستأذن، خذوا حريتكم. كيف الحالي؟ يأس. منتعود على هالتياب؟ هون صار في خطر، ننصحكم بالسفر. تنصحوني بالتشرد؟ بموت الغربة؟ شو رأي الأمبراطورة؟ سافرت يا مولانا. سافرت؟ وهربت معها الصيغة والسروة والتاج. مليح اللي طلعت منها مش مني. بس أنا اللي حرق لي قلبي إنه أهل الدكان فاهمين القصة بالقلب، مفتكرين إنه أنا اللي كنت أضربها. يا مولانا بسرعة قرب، وهيدي تذكرة السفر. خليها معك، أنا قلبي عليكم. لازم أنتوا تسافروا تلحقوا أموالكم. لازم تسافروا هلأ، وهيدا مني شاك بمئة ألف ليرة. ما إلو لزوم يا مولانا. إلو لزوم، أحسن ما تحتاجوا وتقبضوا الجايزة. شكرا يا مولانا الأمبراطور. أنا اسمي برهوم، مش أنتوا سميتوني؟ أنتوا خلقتوني من جديد، صار اسمي برهوم، ولي هوية وميلاد ولي ضيعة. الأمبراطور ما كان له ضيعة، كان من القصر. الله معكم. صبحكم بالخير. انت؟ انا؟ شو في؟ مش شغلك، عم نفتش على مطلوب حقه 100,000 ليرة. انا مش الامبراطور ولا بعرفه. فاهم، هلأ معاك حدا بقى يعرف. انت مش رح تعترف؟ خليني استكمل الادلة. علي راسك من فضلك. الزق لي هاللحية. لايك لايك لايك، ما زبطيت. أخ لو تزبط كان ارتفع سعرك من ليرة لمية ألف. روح براءة، هيئتك مش ابن عز. لا يا عمي، أنا رجال بسيط. إيه هلأ صار العز مسبي، بطل تموت السموكن والكالونيا. يلا رشوا عحيكم غبرة، طحين، طحيني، اعملوا حيلكم من الشعب. كله كله بنكايب هالمعتر يلي اسمه شبلي حتى ما يربحش الزيج. يا شبلي يا شبلي، إذا رحت شمال الحظ بيهرب قبلي، وإذا طلعت له عالسل وما بينزل لك عالحبلي، وإذا رقصت له عالدف بيرقص لك عالطبلي. أوعى يكونوا يا شبلي مفتكرينك شي هبلي. بين وحدك. راحوا أصحابي، انكسرت المزهرية وقعت بالليل. We'll be right back.
ساعتك جنزيرة ذهب مش ساعة شغيل. اجتني هدية. ذهب. مقدمي. لا يا أخ، نحن ما منقبل هدايا ولا مننصب على الناس. شي عجيب. شي عجيب ليش؟
كيف ما بتنصب وبتسمح لنفسك تهرب؟ النصب شي والتهريب شي، كله تعدي حقوق الناس. هيئتك بتشارع وانا جاي روق. قوم فوت نام. انا؟ نعم انت. مش نعسان؟ قوم فوت نعاس ونام. ملهب، ما لك حق بدكانتنا، انت ضايف وهو ضايف. ضايف وضارب مرته وحماته ومطلوب. مطلوب كمان؟ ولك فإذا انكاسك ما زالك مطلوب. صرنا زملاء منكمل الحديث. قلت لي النصب والتهريب كل واحد؟ برأيي نعم. دخلك مين مش عم بيهرب؟ اللي بيهرب ربحه من درب الضرائب منه مهرب؟ اللي بيهرب السعر عن البضاعة منه مهرب؟ اللي بياخد اشياء غريبة عبلاد غريبة بشنط غريبة منه مهرب؟ كلهم مهربين. أنا على القليل بهرب من درب اللي بدهم يهربوا. رأيي إنه إذا كتروا اللي بيخرقوا الشريعة ما بتتغير الشريعة، والمخالفة بتضل مخالفة. أنا عايش برات المخالفة. بعدين أنا ما بكذب، بهرب وبسمي حالي مهرب. هني بيهربوا وبيعطوا حالهم ألقاب مهمي. وليش اخترت الشغلة؟ هي اخترتني، عملتني بارودي وقالت لي مشي. كان في يوم هرجال قاعدين بالشمس وناطرين، كان في ولاد يلعبوا بالحجار وتيابهم مخزقة، كان في عيني النسوان كلهم شدوا فيي. صرنا أهل جروح وصار عنا ضايع على حالنا، وولاد ونسوان ينطرونا ويصلون، واللي في ناس بيصلوله ما بيكون عم بيعمل شي عاطل. في كتير بيعيشوا من الشغلة؟ ضيعتي كلها. لو بتشوفوا بهالطواق الصغير شوفي وجوه، خلف الحيطان السميك شوفي بوريد. بدهم ياكلوا، بدهم يعيشوا، بدهم يبعثوا ولادهم على المدرسة أحلى ما يطلعوا مثلنا. رأيي إنه الحكومة مجبورة تعلم لهم ولادهم. الولاد بدهم يكبروا ما بيقدروا ينطروا تيصير في حكومة. كاسك خيبرهم. مبسوط بعيشة التشرد يا ملهب؟ تعودنا عليها. أنا والأمبراطور صرنا مثل بعضنا، هو مطلوب وأنا مطلوب، بس هو في علي جايز. إجتني فكرة، إذا أنت حضيت بالأمبراطور كيف فيك تسلم وتقبض الجايزة وأنت مطلوب؟ أنا إذا حضيت بالأمبراطور ما بسلمه، بقله في جايزة 100,000 ليرة للقبض عليك، تدفع 50 تهربك كاسك خيبرهم. يا برهوم أنا حبيتك، هيئتك متعلم ولما بتحكي بتحكي بأمر، فيك رجال. شوف انت ضارب مرتك ومطلوب، إذا بدأت تتقل الحالة عليك مستعد هربك، ومعي ما حدا بيمسكك. دايما بهالجبال الموحشي في ممرأ للي بترفضهن الطرقات الوسيعة. مساء الخير. شو؟ كي صاحبنا؟ تهريبة بكرة ترتبت، 10 برادات، 15 غسالة، 3 لاجئين سياسيين، 2000 كروس دخان، تنكتين من اللي بعلمك منهم. عال عاد اشرب. الله الله، ايام زمان لما انا كنت هرب. كنت تهرب يا ابو ديب؟ معلوم، وحياتك ما كنت ارضى هرب الا كلميتك لشنكوف سوا. جدي بدك تقول بوريد معدل. جدي اجفوت الدك، ارتحت يا جدي. Thank you.
من مفلح ولك هدي جوا شرف لك شحنة معنا